والله لما رجعت من السلطنة سمعت أن مجلس البرلمان البحريني تم حله، فصار في نوع من النقمة لدى الطلبة البحرينيين هني عندي هني. أنت كان عندك طلبة بحرينيين أنا بالمادة، يعني أكثر من النص، نص الطلبة بحرينيين، طالبات وطلبة، فكان عندهم نقمة وسووا ندوة ضد قرار الحل، يعني حل البرلمان مالهم، وكانت ندوة يعني شوية عنيفة في يعني معالجاتها. فعقبها صار عطلة بين فصلين شغلة كذي يعني، فراحوا. أنا عاد راحوا، قصدك رجعوا البحرين؟ رجعوا البحرين على أساس عندهم عطلة يعني، فانتهت العطلة اللي هي أيام يومين ثلاثة يعني، بس ماكو يعني يمكن أو 5 أيام كذي. فلما رحت المحاضرات من جديد أستأنف محاضراتي، دخلت الصف ولا تقريبا فاضي، صف تقريبا فاضي يعني. فسألت الشباب الكويتيين الطلبة، كانوا يقولون دكتور الطلبة البحرينيين مايو كلهم الطلبة والطالبات، ولا واحد ولا واحد يعني. ليش؟ كان يقول ساحبين جوازاتهم. ليش ساحبين جوازاتهم؟ كان يقولون يعني ليش الحكومة زعلانة منهم، ليش الحكومة البحرينية بحرينيين سووا هالندوة يسفهون قرار حل البرلمان وما ادري شنو. زين بيرجعون؟ قالوا ماكو اي خبر عنهم كذا. ورفعت التليفون على وزير التربيه البحريني من الخليفه هو، اتصلت فيه قلت له صبحك الله بالخير طال عمرك. قال صبحك الله بالخير. قلت له انا عبد الله النفيسي، رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه الكويت، عندي طلبة بحرينيين يعني نص صفي طلبة بحرينيين. فجيت اليوم الصبح دخلت ماكو أحد بالصف، وهذيلا مثل عيالي يعني، أبي أستفسر ليش السالفة. قال هذيلا صاحبين جوازاتهم إحنا، لأن تعدوا على الحكومة وما أدري شنو هذا. تسمح لي أسير عليك باكر إن شاء الله أمرك، قلت أطب عليك بالبحرين يعني. قال حياك الله. فاتصلت بالدكتور عثمان عبد الملك، هذا ابو غاده فحل، فهم شلون، وريال. قلت له ابو غاده باكر انا وانت بنروح البحرين. قال لي بخصوص، قلت له اعلمك في المطار بس انت حط لك جنيطه صغيره. ما قلت له شو الموضوع؟ لا ما قلت له بالتليفون، بعدين باكر راح نلتقي عقب ما حجزت مع الجلف اير، باكر نلتقي بالمطار الساعة كذا كذا. قال زين، هو يثق فيني ثقة عمياء أبو غادة الله يرحمه. فالتقينا بالمطار وقلت له السالفة. قال لا زين تسوي زين، لازم نروح نشيك هذيل مساكين طلبة، بعدين شحقه يسحبون جوازات. وصار معاي على طول يعني. والله طبينا بالمطار المنامة، استقبلتنا وزارة التربية البحرينية وناس مسؤولين يعني، وخذونا رأسا من المطار إلى مكتب الوزير. سلمنا عليه أنا والدكتور عثمان وقلنا له السالفة، أنه الطلبة هذه أسماءهم 82 واحد. 82؟ 82 اسم من طلبة وطالبات عندي في قسم العلوم. في أحد منهم كان مميز تذكر اسمه؟ إيه، عادل الدرازي، هذا ما أنساه. عادل الدرازي هذا نشمي وفحل، وكان من أكثر الطلبة يعني المتحركين يعني في موضوع الندوات ومن هذا. طيب. وكان يدرس عندي يعني. فعلى كل، فقال فعلا هذيلا الوزير، فعلا هذيل كلهم موجودين عندنا بالبحرين وكلهم سحبنا جوازاتهم. قلت له ليش سحبت؟ قال لأن سووا ندوة وكذا وكذا وحكوا عن الحكومة حكي مو زين. قلت احنا بالكويت كلنا نحكي عن الحكومة كل يوم يعني، ما يسووا لنا كذي.
فيعني الحين انتوا هذيلا جبتوهم وقعدتوهم عندكم، يعني ايش بيسوون؟ اعطيتوهم بديل يدرسون عندكم؟ قال لا، ما عندهم بديل. زين اللي طلعوا هذيلا بالشارع، يعني هم سبوا جوازاتهم بس حتى ما خلوهم يدشون الجامعه بالبحرين؟ لا لا، ما عندهم، ما دخلوهم الجامعه. وقلت هذيلا الناس يشوفونهم بالسوق يمشون يقولون هذيلا صاحبين جوازاتهم الحكومه، زين مستقبلهم دراستهم كذا، ليه متى؟ كان يقول هذه مو بيدي، هو هذا وزير التربيه يقول هالشغله مو بيدي. قلت من بيده؟ قال يعني مو بيدي. فتداولنا انا وعثمان عبد الملك الله يرحمه، فقلنا ما كنا نروح لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو وزير يقول مو بيدي الموضوع. ايه الوزير يقول مو بيدي، قلنا نروح رئيس وزراء. والله رحنا حق رئيس الوزراء، استقبلنا. اللي هو منو كان؟ اللي هو منو كان؟ اللي هو للحين اللي هو الشيخ خليفة، خليفة بن سلمان. بس ما كنتوا تعرفونه؟ مجرد لا ما نعرفه. فقلت له طال عمرك كيت وكيت وكيت. قال صح، هذيلا موجودين عندنا وكذا وكذا وسحة مسحوبة جوازاتهم، صح، وهذه قصتهم كيت وكيت وكيت. زين شلون نحل هالموضوع؟ قال والله مو عندي الموضوع. رئيس الوزراء ايضا يقول لك مو عنده. مو عندي. اوه من عنده؟ كان يقول عند هندرسون. منو هندرسون؟ كان يقول هذا المسؤول الامني في الـ في الـ في البحرين، يعني هو المسؤول عن الامن. هندرسون؟ هندرسون. شنو جنسيته؟ ايرش، انجليزي من ايرلندا. شو يسوي بالبحرين؟ هذا مسؤول عن الامن في البحرين، صار له من الاربعينيات، عرفت شلون؟ كان اقول له لازم اقابل انا هندرسون. كان يقول هذا مكتبه في سجن الجلعه، اكو سجن اسمه سجن الجلعه ومكتبه هناك. قلت زي ما قابله؟ قال هذا ما حد يقابله. قلت لا طال عمرك، يعني احنا ما نقدر نسكت على هالشيء. قال يعني قلت احنا لما نرجع بالكويت راح نثير الموضوع هذا، عندنا مجلس امه وعندنا صحافه. كان يقول لا 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 دكتور عبد الله، لا 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 تصعدون الموضوع، لا تصعدون الموضوع هذا، كلها كم يوم وينحل. قلت ما قصرت طال عمرك كذا كذا. ركبنا الطياره، اول ما طبيت الكويت سويت مؤتمر صحفي. انت رجعت من البحرين بدون اي نتيجه؟ ماكو نتيجه، ما حصلنا نتيجه. فقلت لازم نتحزم للموضوع هذا. زين اول شيء نسوي تغطية اعلامية، وما اخوف ما يخوف حكوماتنا الاعلام. تعالوا يا جرايد قسم العلوم السياسية، وانت وقتها كنت رئيس قسم العلوم السياسية. رئيس قسم العلوم السياسية، شغلي انا عيالي هذيلا، وهذيلا الحين انا دخلت الصف ما لقيتهم، وهذيلا ساحبينهم وقاضبينهم وهذا وانا اطالب الكذا الحكومة البحرينية بعودتهم إلى الكويت وإلى كذا. وعددت أساميهم، عددت أساميهم ال 82 اسم بالمؤتمر الصحفي، هذا اسم كذا، هذا اسم كذا، وهذا اسم كذا، هذا اسم كذا. وكل واحد طالب أو طالبة يعني عندي تعليق عليهم كذي خفيف، أعلق أمدح كذا اجتهاده اجتهاده إلى آخره. إلى ماكو عقب يعني ساعتين ثلاث ساعات رن التليفون عندي في القسم، ولا السفير البحريني بالكويت، السفير البحريني بالكويت اتصل فيني قال لي انا سمعت نسوي مؤتمر صحفي. للحين طبعا جرايد باكر بتطلع، بس احنا شنو هالحكي؟ انا الحين ابيك الى القسم، يا الى القسم. كان يقول ارجوك دكتور لا تصعد الموضوع. قلت لا بصعد بعد، هذا بس مؤتمر صحفي، الحين بعد مجلس الأمة بروح. شلون؟ طيب مكمل يعني؟ اي وبتصل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيروت، وقصة يعني بسويها، واتصل برويترز واتصل به. كان يقول لا لا أرجوك، لا أرجوك، أنا أقرنت لك خلال خمسة أيام أسبوع هم عندك هني. قلت انت سوي اللي تسوي، انا بمشي على مشواري وانت سوي اللي تسوي.
قالوا أخاف الشيء اللي تسويه يصير عناد، يخرب علي. عناد، قلت والله عناد عناد. أنا بينما أنا ارتحت لكلامه يعني، بس ما تبي تجاوب وتقول أن أنا بوقف، ما أبي أجاوب، خفت أنه يقول أوه خلاص يعني خاموش نسكت عن الموضوع. فراح والله اجتهد اجتهاد هالمسكين، وفعلا كم مرة يتصل فيني خلال هاليومين هذه ويقول لي ترى أمور تبشر بخير، خلاص خلاص بقى يعني ماكو يعني جايينك هاليومين. قلت له خلاص نوقف لهذا. قال واصلين عندك الأسبوع الجاي. فعلا صدق وعد وعده، ويو الاثنين وثمانين اسم رجعوا الكويت، رجعوا الكويت. فكانت هذه يعني من من الصفحات اللي أنا فخور فيها يعني، الأحداث المرتبطة بأحداث البحرين الطلبة. إيه نعم.